السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باكم جديد. طبعا اليوم مش فلوج ولا شيء ولا جيمينج ولا هذا، فيديو بيكون قصير جدا، بس ان شيء ابغي اخليه يعني كذكرى واشارككم اياه. طبعا الكل عارف، قبل ما اتكلم الوحش سيف هنا باك اجين ما يتكلم، يستحيل. طبعا احنا ياسين بكوفي الحين وانا طالب كوفي، ف كل عارف اني انا من اول ما استخدمت التليفونات الحديثه وانا في السامسونج، اللي هو هذا السامسونج. طبعا الكل تنمر علي والكل وصارت لي مشكله هني، نفس ما انتم شايفين الشاشه من النص راحت. ف قررت اني اغير بعد معاناه مع السامسونج، وهذا التليفون تقريبا سعره 8000 درهم او 8000 ريال، جدا غالي و اشوف سعره مبالغ فيه جدا. ف اليوم في مفاجاه، طبعا الاغلب عارف، اللي متابعني على الانستغرام عارف. وتفضل المفاجاه هذه اليوم، فاشتريت ايفون وسويت بري اوردر. طبعا البري اوردر انا ما اعرف ليش مسوينه، دام ان الناس كلها استلمت قبلي وكان في السوق وانا مسوي بري اوردر. ما فهمت البري اوردر، يعني المفروض انا من اوائل الناس بس انه ما استلمته. فالحين طبعا هو لسه تو واصل اليوم، بعده واصل بكرتونه ما فتحته حتى. فيلا افتح انبوكسنج بريالين. لا ماشي ستي شو نسوي؟ الله 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 الله، لا هني 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 هني. الحمد لله في واحد عنده اظافر، انا ما عندي. الله، إذا خلاص هذا يعني شيء. لا براويك الانبوكسنج. واحد اثنين ثلاثة. أوه. وصل. طبعا الكرتون فاضي ما في شيء. خلاص ما نبغى. ما منه فايدة. وصل. طبعا يا سلام، يقول لك ايفون 14 برو ماكس ديزاين باي ابل كاليفورنيا. هذه الخلفية وحاطين فيه الاستيكرات هني وهني. يلا نبطل. بطل انت ولا انا؟ انت خلاص. انا ولا انت؟ انت تشيل اعطيه. انت ولا أول انا؟ نظرة. ريحة كرتون ما في شيء. اقول لك انا ما فيني اظافر، بطل. لحظة من هنا. لا من هنا. ما فيني اظافر انا، شوف. عندي اصابة. الله الله، بطل هني شي، بطل. الكوفي. لا قبل ما ينزل. واحد اثنين ثلاثة. هم بيشوفون اللون قبلي. واو، حيلاوي بنفسجي. بنشوف الحين. واه قلبي سعره غالي. هني حاطين في هذه من قدام. طبعا التلفون هذا من قدام، من الاطراف هني وهني، خلفية. التلفون شوي ثقيل مقارنة بهذا، يعني تقريبا ايوه نفس الوزن تقريبا. هو البوكس فاضي؟ لا البوكس فيه شيء، انت قلت لي اني ما بيعطوني تشارج. يب، اعطوني تشارج. ما اعطوك سوكت. اعطوني تشارج، هذا التشارجر بس، ما في شيء ثاني. نوب ابدا. يعني احنا مشتري تلفون ب 7000 ولا 6000 بس هالاثنين فيه. يب، اعطوك هدية. اي اوس شو؟ استيكر ابل. ايش ابغي فيه انا؟ اذا كيف يفتحون الايفون الحين؟ نفس السامسونج عادي، كم ضغط عليه؟ ليكون ما في تشارج؟ لا في. يلا ويا بعض. ليش يطول؟ فتح. الله، هلو، مرحبا. اي والله مرحبا. هذا في كل الايفونات شي، عبالي 14 انا. شوها ياباني كل اللغات. اوكي، الحين نختار اللغه، نختار
عربي ولا انجليزي؟ تعرفني ايش تستخدم تليفون؟ انا اسباني. اوكي نختار الدولة. انزل 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 انزل. هذا شو؟ Return on spoken continue. ما عندي واي فاي. احنا لازم تشبك وتسوي حساب ابل. اوكي خلاص. باك. اوكي. بغينا نعدل عليه ونرجع لكم. طبعا فتحناه بعد معانا. البرامج العادية اللي فيه انا ما ترى انا زيرو في الايفون بعد التنمر اللي حصلته وبعد الكلام وتصوير السامسونج كأنه في غلاف قرطاس بلاستيك ما ادري شو. فالحين ان شاء الله بصور من الايفون وبراويكم اياه. ما شاء الله شوف الوضوح. شوف 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 هاي الجو برو هني. شوف هني طبعا الاضاءة شوي تعبانة بس شوف الوضوح. شوف الوضوح. ما شاء الله مشغول. شفتوا شفتوا كيف التصوير؟ سبحان الله شيء خطير خرافي والله. لا جو برو ولا كاميرا ولا خطيرة الكاميرا. ف يعني ها ما يبين بس كاميرا خرافية وفيها تحدد هني من فوق 4K HD 30 فريم 60 فريم خرافي والله. أول مرة أعرف هالأشياء. X على السامسونج خلاص. طبعا وصلنا هني نهاية الفيديو. تعال اطلع وياي. ليش مختفي؟ أنت بتختم اليوم. يلا اختم. يلا زين. أتمنى الفيديو عجبكم والريفيو حلو يا مايد. عاد أنا مو الأبد علاقتي الكاميرا صفر. زين لا تنسون لايك شير سبسكرايب. وإذا عجبكم الفيديو لايك واكتبوا الكومنتات تحت سامسونج ولا آيفون. قولوا لي يسوي جيف اوي 3000 إن شاء الله. آيفون 14 يلا باقي 300. 300 باقي 300 يلا. آيفون 14 برو ماكس. أنت بتدفع؟ أوكي أوكي يلا. يلا باي باي.